لا إله إلا الله شلوا كل شيء، لا إله إلا الله نهبوا كل شيء، لا إله إلا الله أهم شيء سيدنا وطز في كل شيء، لا إله إلا الله ما عد بكوا لنا شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. مبنى بلا طلاب بدون حارس، لا علم لا تعليم قد المدارس، مبنى بلا طلاب بدون حارس، والطفل ذي عاده بصف خامس، والطفل ذي عاده بصف خامس، يده في الجبهات والمدارس غاغة. والله انها غاغة ذي في اليمن غاغة، غاغه غاغه. والقتل عادي من قتل يقتل عادي، والباب مفتوح من دخل يدخل، يدخل. وابو من شل قالوا شل، وابو من شل قالوا شل، والشعب جاوع مالقي يقول غاغه 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 غاغه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا عادي، يا مالك تلهفني. هو هذا أمنية ضروري، يعني أمنية أمنية. ما شاء الله ما شاء الله، والقطبة الله قطبة، والعسيب الله عسيب. أوه هذا من لما قلت من شريفك عملت ما شاء الله، لكن تستاهل يا جاري. حياك الله. الله الله يحيي. أي خدمات أي أوامر؟ أنا في دار روحك وقلبك، أشتك بخدمة ضروري على طول. تشي زلط؟ لا لا ماشي زلط، ماشي زلط مع الولد. أشتك تخرج لي الولد، والولد محبوس. أكرم أكرم قالوا سنة سنة محبوس. بس المشكلة أنه قالوا أنه داعشي. والله الله المستعان، من اللي يقول داعشي؟ أنت تعرفه، هو سارح رايع سارح رايع، والله ما يدي حتى الطريق، ولد محترم بيني وبينك ما يسليش حتى الصلاة، أضربه ضرب يسلي ما يرضي. بس المشكلة أن أنتم من تعز، تعز هذا داعشي على طول، أي واحد من تعز. مالك كيف نعمل أنت بس خرجوه مالك إلا يعني تشتي زلط شديدة. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا مش احنا احنا بصير القرآني ما احنا ايش حق فلوس ولا الا له يشتي هو المشرف الكبير هذا. انا تمام من عيني، انا في دارك. اقل حاجة مليون بيستلم. انا ما فاهم احنا ما احنا حق هذا الحاجات. مليون مشو غالية براحتك. انا بنقول لك لا لا شدي شدي. انا بروح اشوف واحد وعلى الله وبالله. انا في دارك يعني سبرت سبرت ما سبرت خلاص. لا لا شي اسمر ان شاء الله، الامل بالله ثم ان شاء الله. انا في دارك ان شاء الله. الله يحفظك، الله يسترك، الله يجبرك، الله يحفظك، الله يديلك، الله يديك. هلا ابو زيد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. كيف سيدي وعيني؟ يا هلا. كيف احوالكم؟ خير. مشتاق لكم ومشتاق لتوجيهاتكم. اختصر يا ابو زيد، اختصر اختصر. ايش عندك؟ ان شاء الله من نصر الى نصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نكون من وانا افتخر ان انا. اختصر يا ابو زيد ايش عندك؟ طيب في اي موضوع كنت اشتي اكلمك فيه من شان واحد في معي احد الاخوه يعني الطيبين الطاهرين. بابا هاي من هو؟ يعني نشتي نزورك. طيب خلاص، من هو هذا؟ هو ما هو من اصحاب الثقافه الباطله والعقائد المغلوطه؟ ابدا ابدا. يعني تعرفه؟ انا اعرفه وجاري، انا اعرفه عز المعرفه. ومتاكد؟ متاكد 100%. وش معه؟ والله في موضوع انا باجي اكلمك. خلاص خلاص يلا خلاص انا مشغول الان. يلا علشان ولده خلاص ولده محبوس. اختصر يا ابو زيد. خلاص قلنا لك دي تعال عندي وبنجاوب. ما يخرج الولد؟ تعال عندي قلنا لك ما نجابر. يلا يلا ان شاء الله مع السلامه. لا كلها إلا زعلكم يا سيدي وعيني. أهم شيء أن تأخذوا هن دورات، لأنه في معنا دورة مسدسات. السلام عليكم يا سيدي أبو زيد. الشريفات كلنا شريفات والنسر كل الكل، لأني هي دورة واحدة بتجي مختصة من إيران. بالزول كل جمعة مش مشكلة. هذا المرة على أساس كأنه
الله يحفظكم ويسلمكم. انا قد انا رسلت العيال مع السواق. وسيد بعيني الله يحفظك. ان شاء الله ان شاء الله. سيد بعيني ابو زيد. يلا مع السلامه ابو زيد. مع السلامه ابو زيد. بشرني بشرني الله يبشرك بالجنه. اهلا اهلا بالجار الصالح. الله يحفظك يا ابو زيد. مشكلتكم يا اصحاب العز السرعه والبديهه ان انت قلق فيكم. هذا ابني ولا المفروض ابني ظناي. اسمع ها، اليوم اتصلت لك بالمشرف الاساسي المشرف المهم. ايوه واتصلت به اليوم. الله يحفظك شخرج اليوم انا في دالك انا في دار روحك. الله يحفظك الله يسترك الله يجبرك الله يدي لك رفع قلمك رفع شانك بل دخلك الجنه. قل امين. الله يجعلك تشرب من حظ الاشراف. طيب افهم تمام. الله يشترك الله يجبرك. ماذا ما تشخرج ابني اليوم. انا في دارك انا مرتاح انا مرتاح انا مفتهن انا في دارك. الله يشترك. طيب الله يجبرك. انا اشتي اكلمك في الله يشترك وانا اشتي اشكرك. الله ينتقم منه اللي بز ولدك. الله لا وفقه ولا طرح له بركه. اللي بزه وخلك خارج انت المفروض يبزك انت. لا ما يبزني انا هذا ابني ابني انا فرح ان انت انك تخرج ابني. افهمني انا افهمك اكثر من انا فاهمك الان. انا فاهم ان انت انسان ما بوش احسن منك. انت سيدهم كلهم انت الكل بالكل. انا فداء الشنب هذا انا فداء الدقن هذا انا. الله يشترك انا مرتاح ان انت تخرج ابني. انا شاهر افهم عشان افهم اكثر من هذا. انا في دارك ما بيخرج اليوم. احنا اليوم بنروح عند المشرف الكبير نفهمه. ماشي خرج شلي. ماشي خرج شلي. أنا بس راح أناك عند المشرف الكبير. أيوه. بس أهم حاجة شوف أنا وسب أمها المسكينة ما سبك والله ما يخرج. لو تدري والله قد تبكي بكاء وتدعي لك. طيب. والله إني تدعي لك ما الآن رفع قلمه رفع شانه. هي اللي تدعي. الله يجعلك شابع. الله يجعلهم كلهم بعدك. خلاص. ها. أشتي منك حاجة مهمة. مو تشتى. تشتى بياس ها. هذي بياس. ها. وانا شديد. طيب والباقي الزلط بعدها بنشوف. انا شاد الباقي مشي. يخرج الوليد ومالك الا بيس منه. طيب لانه ما يب... هم ما, ي... ما انا داري هم انت ما تشيش انت شو تخدمني هم ها. انا حرام علي ان انا اشتري. انا داري اشتري منك حاجه مهمة. تفضل. اول ما نوصل له عنده ما اشتيش خلاص اسكت. وايش ما كان يقول لا تتكلم. شحاول ما اشيش تحاول تشتي تخرج ولا لا. ايوه شخرج. انا خلاص ولا اتكلم. انا اسكت. اكتب اكتب. أيوه. ولا اديك لا. ايوه تسكت. خلاص حاضر ما دام يبنيش يخرج انا اسكت. لا تحنبني. مش احني باك بومو. يلا الله معك. خلاص مع السلامه امشي. الله معك. نلتقي هنا بنزعلك ونزع بعد ساعه وساعه ونص. تمام شيء يقزعني يا مضيع. مع السلامه. مع السلامة. يلا يلا الله يفتح عليك. الله يجبرك الله يسترك الله يديلك الله يحفظك. طيب لا تهزروني. طيب يلا يلا. انا شوف انا متجمل طيب منك. طيب انا الله. اشهد يا الله انا عسكر. الله يطرح لك بركة. سمعتوا يا شباب وهكذا كان سيدي حسين قرآن ناطق. هو القرآن الناطق. الله خلني اجيب التليفون له. شغلت انا يا ابو زيد شغلت انا. الله الله ينتقمك. الله كيف انت يا سيدي وعيني. السلام عليكم. بابك معك شيء يا اخي اختصر. يعني انا مشتاق يعني ان انا يعجبني صوتكم يعجبني اوامركم يا ابو زيد اختصر قلنا. طيب انا باجي انا والاخ هذا اللي كلمتك اللي ابنه محبوس اللي كلمتك اول من يعني الصباح. خلاص خلاص طبعا بس انت تاكد منه انه مؤمن. ليش في شيء معانا محاضره سريه للغايه ما نشتي من الناس المغربلين ذولا. يعني مش انه مؤمن هو يعني يعتبر درجه ثانيه من اللجان الشعبيه مثلا. وبعدها اقول لك حاجه قد الايمان وحقه بي دي موجود. يعني قد مؤمن ها قد امن بالله. اذا خلاص خلاص انت متاكد انت منه على ضمانتك. قد قلت لك انا ما نشي هو عادي مثل اي انسان عادي. على ضمانتك يا ابو زايد ولا لا تجيني. ان شاء الله على ضمانتي قد الداء قد كامل الزلط بعد لا تدي لك الباقي الزلط. تعال 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 تعال. الله شكرا جزيلا على ان تنازلتوا وجاوبتوني يا سيدي وعيني. يلا مع السلامه. مع السلامه. الله يحفظكم. انا اساله وادعيه انه مع السلامه. اسمع يا اخ نبيل ها احنا الان بندخل عنده طبعا. قبل ما ندخل البيت اشتي عندما يتكلم او اي شيء اشتي انت تكون مثل المتكان ساكت ولا تدي ولا نخص. ايش ما قال كن اضحك وابتسم. ايش ما قال ليش بيقو؟ يعني ايش ما قال يعني فرض انه قال حاجه يعني ايش يقول كلام تمام. ها
يعني اسكت اسكت. ايش ما قال ايش ما قال كون قول تمام. حاضر ما دام يبنيش يخرج انا ايش اسكت. ايوه لانه بعض الحين يدي كلام. مثل ايش يعني بعض الحين كلام ما ادري. المهم اسكتوا بس ايش ما ان شاء الله يقول تمام 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 يقول اللي يقول. ايوه ما يبنيش يخرج يقول اللي يقول تمام. هي اسكت من ذا الحين. تمام يا شباب. اما مؤمن صريح ولا منافق صريح؟ البشير هالقراني ما اشتي ناس من القبلي هذا يعني تشتي رجال رجال. السلام عليكم. سلام يا رجال. اهلا يا ابو زيد حياك الله. يا شافي يا حياك الله. يا مرحبا بك. خلاص الله يحفظك. خلاص خلاص جس جس تمام. سلم عليه. ها شو سلم عليه؟ لا لا ما يكفي انت ما يحتاج تسلم عليه. لا مو ما سلمش عليه يا اخي خليني شو سلم. جس جس ما ينفعش. لا مو ما ينفعش انت بالذات يعني تشي تسلم عليهم وسلام ثاني. ايوه سلم عليه هنا ولا ما احبه. سلم من مو تلفق لقفك من بينه لقفك. سلم عليه بالركب. هذا سلم عليه. انا ارى انك تجلس وخلاص. شو اسلم عادي شو اسلم شو اسلم. ما غسلت اقول ما يعجبك يا العقال. جس اسمع وبس. الله لا وفقك ولا طرح لك. خليني شو اسلم عليه. لا تسلم عليه. نفس ايش تخرج ايش تخرج ولدك. ايوه خلاص اسكت. طيب اسكت ونسمع. تمام سمعتوا يا رجال. عباقي ايه في القران ايه قرانيه مع حق قدر يفسرها غير سيدي حسين سيدي عبد الملك. سلام سلم. سمعت يا استاذ ابو زيد هذه الآية ما حد قدر يفسرها غيرهم. هم فعلاً ما يستر يفسرها لهم. نعم هذه الآية اسمها وأورثهم أرضهم وديارهم يعني ديار من؟ الإصلاحيين وأراضي بيت الأحمر. الله لا وفقك ولا طرح لك ما دخل الإصلاحيين بالآية. هو هذا هو نفسه بدو أخبر بيت الأحمر بدو أخبر يا هو تشتي تخرج ولدها. ايه خلاص يبني حتى بس الثانية سنة بس اقنعني بالرجل هذا وخرب كذب. انا بنحاكك يعني على اساس انه الموضوع ما ماليش دخل. ما لك دخل. خلاص انا شو اسكت. الله وفقك ولا طرح لك برك. باقي قصه. تعرفوا ليش ما وقع المطر العام في اليمن؟ ليش؟ ما انتوا عارفين صح؟ ما احنا عارفين. ما حد عارف غير سيدي عبد الملك. يا سلام. وسيدي حسين. بس سيدي حسين كان قد مات. كان قد مات ما عاده بخير. سيدي عبد الملك ذي يعرف. عرف نعم. رضوان الله عليه. وهذا كان يعرف يا سيدي. لانهم ايش؟ بالبوارج حقهم العدوان بالبوارج ما غجوا البحر. ما غجوا البحر. لا ما معه كان يتبخر. لذلك ما وقع مطر الا في تعز. تعرفوا ليش؟ ليش؟ ما قدروا لان ميناء المخا ما قدروا يدخلوه. ما غجوا البحر. أصا مو أصا ما غجوا البحر مو عملوا كذا. أصا يا ولد خلاص أصا 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 ما عمل لك كذب. هو ما غجوا البحر كيف؟ أنت شو تخرج ولدي؟ أنا شو خرج ولدي بس؟ خلاص صح ما رجول أنا ملعبك. والله لا والله بس كنت تفضح بني. أنا أدي لك بياس. لا تفضح بياسي. أنا بدي لك بياس أدي لك كل شيء. أنا أدي لك بياس. أنا أدي لك بياس. أصا أصا خلاص شحاول شحاول. ايش تحاول؟ ايش تحاول؟ ايش تحاول؟ احاول اسكت عليك. بس 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 شي تخرج ولدي. ايوه شي خرج ولدي. اسكت. هكذا هي البشير القرانيه. اما مؤمن صريح ولا منافق صريح كما قلت لكم. ما لي مؤمن من رغبه. لذلك شوفوا ما وقع مطر الا فوق تعز. علشان من المخاء ما مغجت البوارج حق العدو. كيف ما غاجوا الماء؟ كيف ما غاجوا وخزقوا الترابيل وعملوا؟ ما تقول؟ ما تقول مو مخجوا ما خجوا البحر ما خجوا؟ والله ذخرت كذاب. وزيد قسما بالله انك كذاب. اين؟ قال لك ما غاجوا البحر. وزيد ما غاجوا البحر. لحظة قال لك ابو زيد. ابو زيد الهلالي فكوني. ما غاجوا البحر. يلا دخل الحبس يا ابو زيد. دخل الحبس. ما يدخل الحبس. ما يدخل الحبس. ما يدخل الحبس. ما يدخل الحبس. انا قلت لك مؤمن صريح ولا منافق صريح. ما رضيت تسمعني يا ابو زيد. انت ما يدخل الحبس. يلا ما اعرفه والله ما اعرفه ولا اصرفه. يلا هذا عندي يا ابو زيد. الله لا وفقك ولا طرح لي بركه. نبيل يا نبيل. نبيل بو
صباح الخير. صباح النور. صباح الجن. صباح المساء. طابات. كلمتك يا نبيل، قلت يا نبيل تشتي تخرج وضع. اسكت اسكت، اش ما سمعت. وش استفدت الحين؟ انت محبوس والولد محبوس والعيال من ذي يصرف عليهم انت بتعقل؟ انت يعني بالله عليك سخيت نفسك انك تمد يدك؟ انت تمد يدك علي؟ انا لو ما مديت يدي ان انا مقشول جنبك امانا، وبزل آلي وقد كان عايز يلفخني. هو يقول كلام ما يقبله لا عقل ولا دين. انا ضمنتك، قلت انا شضمنك يا اخي. ما قبلت انا الكلام. الكلام ما يقول افعل من جيزا يا اخي. كذابي خراطي ملاعين مجرمين قتله. ايش الفايده وانت محبوس؟ يعني ترضى لنفسك تحتبس؟ احتبس هنا 20 سنه واخرج احاربه انا وابني وابن ابني لما اموت. هذا فكر باطل، هذا مجرمين قتله. بس انا ما اشتي يعني، انا كنت انا اشتي اعسب ان انت يعني كذابين ملاعين شياطين. اقول لك كذابين يعني يا ابو زيد، هذو كذابين يعني كذابين كذابين. انت بتسب كذابين، انت بتسب انا والكل مش انه ما اسبكش انت، انا اسبهم هم الملاعين. فكرهم باطل، شحاربهم لما اموت. كذابين 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 كذابين. أعوذ بالله من الحوثي وكذبه ودجله والشعارات ذي عرض الوراق والقراطيس. استغلوا غابة بعض الأوادم وجهله وعموا عيونهم بالشعوذة والطلاميس. عوذ بالله من الموت وكذبه ودينه والشعارات ذي عرض الورق والقراميس. استغلوا غاب بعض الأوادم وجهله وعموا عيونهم بالشعوذة والطلاميس. صرف الكذب حسب الدعرية والتضاريس. كل خطبة ثلاث ساعات زكاه عقله والخطابة دي مفضوحة بكل المقاييس. صدق مثل هؤلاء البعاسيس. عود بالله من الحوت وكذبه ودجله والشعارات ذي عرض الورق والقراميس. استغلوا غاب بعض الاوادم وجهله وعموا عيونهم بالشعوذة والقلاميس. سيلامه واليوم جاء شخص مثله يدعي الناس للقاتله وهو داخل الكيس. لو صدق ذي كذب في كل كلمة وجملة انقدحت لأمريكا ولندن وباريس. ورجله إن عبد الملك وانصار
لا إله إلا الله أهم شي سيدنا وطز في كل شيء. لا إله إلا الله ما عد بكوا لنا شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. مبنى بلا طلاب بدون حارس. لا علم لا تعليم قد المدارس. مبنى بلا طلاب بدون حارس. والطفل ذي عاده بصف خامس. والطفل ذي عاده بصف خامس. يده في الجبهات والمدارس. غاغا والله انها غاغا ذي في اليمن غاغا. غاغا غاغا والقتل عادي من قتل يقتل عادي. والباب مفتوح من دخل يدخل يدخل. وابو من شل قالوا شل. وابو من شل قالوا شل. والشعب جاوع مالقي يقول غاغا 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 غاغا